السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا إلى أخبار عمان، وتتابعون في أبرز العناوين. بتكليف سام، معالي وزير السياحة يشارك في مراسم تنصيب فخامة رئيس جمهورية تنزانيا. الاحتفال في المجر بتسليم جائزة اليونسكو السلطان قابوس لحماية البيئة للعام 2015. مجلس الشورى يستعد لبدء فترته الثامنة للمساهمة في العمل التشريعي والتنفيذي بعد انتخاب رئيسه ونائبيه. وفي أخبار المحافظات تتابعون، حلقات نقاشية وعروض مسرحية وأمسيات شعرية يشهدها الأسبوع الإعلامي بمحافظة البريمي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، ردا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمنها خالص شكره على تهاني جلالة السلطان المعظم الطيبة، متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية والسعادة وللشعب العماني دوام السلام والازدهار، ومؤكدا على متانة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين. بتكليف سام من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، غادر البلاد معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة متوجها إلى جمهورية تنزانيا المتحدة لحضور مراسم تنصيب فخامة الرئيس جون بومبي جوزيف ماجوفولي رئيسا جديدا للجمهورية. ويرافق معاليه خلال الزيارة سعادة السفير سعود بن علي الرقيشي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية تنزانيا المتحدة. بتكليف من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، سلمت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة اليونسكو للعام 2015 لمجموعة البحث بشأن الأراضي الرطبة التابعة لجامعة بوينس آيرس بالأرجنتين. وتزامن احتفال تسليم الجائزة بالاحتفاء باليوم أو باليوبيل الفضي على إنشاء هذه الجائزة، فيما رعى المناسبة دولة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. للمرة الثالثة عشرة تسجل السلطنة حضورها العالمي من خلال تسليم جائزة اليونسكو السلطان قابوس لحماية البيئة، أول جائزة عالمية في المجال البيئي تمنح كل عامين. صوت المحبة والخير والسلام دوى هذه المرة في الأكاديمية المجرية للعلوم احتفاء باليوبيل الفضي للجائزة. ظلت جائزة اليونسكو السلطان قابوس لحماية البيئة منذ إنشائها تضع تركيزا كبيرا على تعزيز الوعي بقضايا البيئة وعلى الدور الحيوي الذي يقوم به التعليم في تشكيل مواقف واتجاهات أجيال المستقبل تجاه البيئة والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد فإننا نحتاج إلى التأكد من أن التعليم البيئي والأبعاد الأخرى للتنمية المستدامة يتم تضمينها ودمجها في المناهج الدراسية وفي البرامج المدرسية. تعبر السلطنة في هذه الاحتفالية عن منظورها العالمي لأهمية مشاركة الأسرة البشرية من شعوب وحكومات في سبيل تحقيق أمن البيئة وسلامتها على كوكب الأرض، لافتة أنظار العالم إلى عدم اعتبار العرق والجنس واللغة والعقيدة الدينية أو المعتقدات السياسية للفرد أو الأفراد المرشحين لنيل الجائزة في نظرة إنسانية سامية. الحضور اليوم 100 دولة وتحت رعاية رئيس الوزراء المجري هي وحدة تعبر عن الرسالة العالمية اللي وصلتها الجائزة لكل الحكومات، للأجيال، للدول، للشباب، للتلاميذ والجيل القادم بأن البيئة هي أهم ما نحتاج إلى حمايتها. مجموعة البحث بشأن الأراضي الرطبة التابعين لجامعة بوينس آيرس بالأرجنتين الفائزة بهذه الجائزة العريقة نالت شرف التكريم في هذا المحفل العالمي بعد الجهود المقدرة في شتى البحوث والدراسات التي أجروها في هذا المجال.
We are very happy and very proud. إننا سعداء وفخورون بحصولنا على هذه الجائزة، ونود أن نعرب مرة أخرى عن خالص امتناننا وشكرنا لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وللشعب العماني على كرمه. استمرارية هذه الجائزة بهذا الوهج العالمي تفسر النظرة الثاقبة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه قبل حوالي 26 عاما منذ الإعلان عنها، وتؤكد نجاحها في تحقيق أهدافها النبيلة التي تعم البشرية. إن لجائزة اليونسكو السلطان قابوس لحماية البيئة دور أساسي للإقرار بأهمية حماية البيئة في العالم بأسره. لقاء حميمي جمع الأصدقاء من مختلف القارات في مناسبة تحمل الخير والوئام للجميع. مشاركة السلطنة في المنتدى العالمي للعلوم والاحتفاء باليوبيل الفضي لجائزة اليونسكو السلطان قابوس لحماية البيئة تؤكدان حرص القيادة الحكيمة على أمن الإنسان وبيئته في أي بقعة من هذا العالم، لتبقى عمان بلد الإنسانية والسلام. من العاصمة المجرية بودابست، عبد العزيز بن حمد العجمي. استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء معالي الدكتور عادل الجبير وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، حيث نقل معاليه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظهما الله، وتمنيات جلالته الطيبة لعاهل البلاد المفدى بموفور الصحة والعمر المديد وللشعب العماني المزيد من التقدم والازدهار. وبعد أن رحب بمعالي الضيف والوفد المرافق له، أعرب سموه عن ارتياح السلطنة للعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وما تحظى به من رعاية من لدن القيادة الحكيمة في كل البلدين. من جانبه أعرب معالي عادل الجبير عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية والتعاون البناء الذي يجمع بينهما. تناول الحديث خلال المقابلة وسائل تعزيز التعاون القائم، كما تم استعراض عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والأهمية لتكثيف التشاور بين الأشقاء لما فيه خدمة الأمن والاستقرار. وقد أبلغ صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد معالي الضيف نقل تحيات جلالة السلطان المعظم لأخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنياته الطيبة لجلالته دوام التوفيق وللشعب السعودي الشقيق المزيد من النماء والخير. حضر المقابلة معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. وقد أشاد معالي الدكتور عادل بن أحمد الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية بعمق العلاقات الثنائية الأخوية التي تربط السلطنة والمملكة العربية السعودية والتعاون المشترك في كافة المجالات. وبعد وصوله السلطنة اليوم، قال الجبير إن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين وتبادل الآراء حول أهم القضايا الراهنة في المنطقة. أكمل مجلس الشورى أركان فترته الثامنة باختيار رئيسه ونائبيه لتبدأ 4 سنوات من العمل الشوروي، وهي الأحدث للمجلس حتى العام 2019. وباكتمال مكونات هذه المرحلة، فإن أمام أعضاء مجلس الشورى تحديات واسعة بتقديم المشورة للحكومة وتشريع العديد من القوانين في المرحلة القادمة. بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه يكتمل عقد الفترة الثامنة لمجلس الشورى. هذه الفترة التي تؤطر لمرحلة مفصلية في التشريع الحكومي والرقابة الإدارية، تمثل انتقالا من مرحلة التجربة إلى مرحلة الممارسة القائمة على الخبرة التراكمية، سواء في عملية الانتخاب التي شهدت مشاركة واسعة أو مناقشة الأنظمة والقوانين، وهو الأمر الذي بات ضمن صلاحيات 85 عضوا. مجلس الشورى في فترته الثامنة أمامه عدة تحديات، وبالتالي فلا بد من مناقشة موضوعية ومسؤولة فيما بين المجلس وبين الحكومة.
المرحلة الأحدث للمجلس يشارك فيها 60 عضوا جديدا مع 25 من أصحاب الخبرة ممن أعيد انتخابهم، تتنوع مستوياتهم العلمية والعملية. المرحلة القادمة كما نرى إن هي مرحلة مهمة جدا، مرحلة انتقالية، ويجب أيضا أن تكون هذه المرحلة حاسما لإعطاء الرئيس والأعضاء مجلس الشورى صلاحيات الاستفادة من الصلاحيات الممنوح لهم في مجال الرقابة والتشريع والانتقال إلى مرحلة قادمة. هناك ملفات يجب أن تكون حاضرة أمام في طاولة الأعضاء، ملفات اقتصادية، ملفات اجتماعية، ملفات ثقافية. جيل الشباب لم يقتصر دوره على الوصول إلى قبة مجلس الشورى، ولكنه تنافس ليحظى بثقة الأعضاء وصولا إلى المراكز المتقدمة التي تتمثل في الرئاسة والإنابة. وجود الشباب في مجلس الشورى له ما بعده، فلذلك ينبغي أن يكون هنالك استعداد أكبر من الشباب، أن يكون هنالك وعي أكبر بمسؤوليات الشورى والاختصاصات المنوطة به، أن يكون هنالك إدراك أكبر بحجم المسؤولية من جانبين، جانب خدمة المجتمع وجانب أيضا أن نكون عونا للحكومة. وبهذه الصورة للمجلس تتكشف أهمية المرحلة القادمة التي تتطلب جهدا مضاعفا ينتظر أن يبذله الأعضاء جنبا إلى جنب مع الأداة الحكومية لبناء منظومة عمل وطنية بكافة مكوناتها التشريعية والتنفيذية. إذن فترتنا الإخبارية لا زالت متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل. الهجانة والسلطانية تشارك في مهرجان سباقات الهجن بمدينة العيون في المملكة المغربية. منتجات رواد الأعمال، إبداعات عمانية. أهلا بكم ثانية. التقى معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة برؤساء وأمناء عموم النقابات والجمعيات الطبية العربية والخليجية الذين يشاركون في أعمال المؤتمر العلمي الأول للجمعية الطبية العمانية. وجاء المؤتمر بمشاركة أكثر من 400 مشارك من مختلف الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي والسلطنة، فيما أشاد معالي الدكتور وزير الصحة بدور الجمعية الطبية العمانية ودور الجمعيات بشكل عام في النهوض بمستوى الخدمات بالمؤسسات الطبية، حيث أكد على أهمية نشر الثقافة التوعوية للمجتمع بأهمية مهنة الطب. التعريف بالحضارة والثقافة العمانية وإبراز المعالم السياحية والتاريخية للسلطنة أبرز أهداف اللقاء الكشفي الدولي 18 الذي تستضيفه السلطنة. اللقاء يستمر حتى 13 من الشهر الجاري، يشارك فيه جمع من الفرق الكشفية الخليجية والعربية والعالمية. رعى حفل الافتتاح سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام. تراثنا جسور للتفاهم وبناء للمستقبل، تحت هذا الشعار انطلق اللقاء الكشفي الدولي 18 لتبادل الثقافات والتعرف على الحضارات الذي تستضيفه السلطنة بالتعاون مع الإقليم العربي للمنظمة الكشفية العالمية واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم. نرى في حركة الكشافة التي هي في الأساس حركة سلام، نراها أيضا حركة قادرة على حمل رسالة السلام ونشرها بين مختلف شعوب العالم. انطلاقة جديدة من أجل الحضارات بين الشعوب، خاصة بين الدول العربية وبين الدول الأوروبية والعالمية، وهو يعكس حضارة كل بلد وبما تجسده من قيم ومن انفتاح ومن ثقافة ومن تاريخ أصيل لها. هذه الكشفية في أحلى صورتها تجسدها أو يجسدها هذا اللقاء في سلطنة عمان الشقيقة. هذا اللقاء فعلا يعني يعكس لأوروبا والمشاركين في هذا اللقاء عمق هذه الحضارة في سلطنة عمان
والتي نفخر نحن بدول مجلس التعاون الخليجي أن تكون. اللقاء الذي يستمر حتى 13 من الشهر الجاري يهدف إلى توطيد أواصر الصداقة والتعارف بين شباب مختلف شعوب العالم في الحركة الكشفية، إلى جانب اكتساب الخبرات الفنية والتنظيمية للقيادات الكشفية على كافة المستويات الخليجية والعربية والعالمية، والتعرف على التراث العماني المسجل في قائمة التراث العالمي والذي عرض في حفل الافتتاح. أنا سعيد بمشاركتي في هذا اللقاء المرتبط بالشباب الذين هم من مختلف شعوب العالم وللتعرف على قوة الحركة الكشفية في هذه الثقافات. اللقاء الكشفي مهم جدا، والأهم في هذا اللقاء هو تبادل وجهات النظر بين الكشافة والوصول إلى أهداف ووجهات نظر متبادلة. هذا التجمع جيد للشباب الذين هم بنات المستقبل لأي دولة، وهو تجمع للسلام في هذه المشاركة. يقدم اللقاء الكشفي دعوة للتعريف بالمعالم السياحية والتاريخية والحضارية والتنوع الثقافي والبيولوجي الذي تزخر به السلطنة، وتمكين نشر ثقافة السلام والتفاهم المتبادل بين المشاركين. احتفلت البحرية السلطانية العمانية اليوم باستقبال السفينة شناص ثاني ثمار مشروع أفق الذي يقضي ببناء 4 سفن دوريات ساحلية للبحرية السلطانية العمانية. رعى حفل استقبال السفينة لدى وصولها قاعدة سعيد بن سلطان البحرية الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة. سفينة البحرية السلطانية العمانية شناص تمقر عباب البحار الآسيوية ميممة شطر بحر عمان لترسو في قاعدة سعيد بن سلطان البحرية، حيث مراسم حفل استقبالها البهيج. السفينة شناص ثاني سفينة ضمن مشروع أفق الذي وقعته السلطنة مع الشركة السنغافورية للتكنولوجيا والهندسة لبناء 4 سفن دوريات ساحلية متطورة. بالتأكيد بانضمام هذه السفينة سيتعزز الأسطول البحري وستزيد من كفاءته وقدراته العملياتية، وبهذه المناسبة أهني البحرية السلطانية العمانية على انضمام هذه السفينة إلى أسطولها البحري، متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم وواجباتهم بنجاح لخدمة عمان. يعد انضمام السفينة شناص إلى أسطول البحرية السلطانية العمانية ترجمة للرعاية السامية التي يوليها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه لتطوير وتعزيز قدرات البحرية السلطانية العمانية بما يمكنها من القيام بواجباتها الوطنية المقدسة وتعزيز التكامل العملياتي والتنموي مع باقي أسلحة قوات السلطان المسلحة والقدرات الوطنية الأخرى في حماية مكتسبات النهضة العمانية المباركة ودعم مشاريع التنمية الوطنية. السفينة مزودة بما توصلت إليه التقنية الحديثة من معدات وأجهزة قادرة على العمل في أعالي البحار وفي مختلف ظروف الطقس. انضمام السفينة شناص إلى أسطول البحرية السلطانية العمانية يعد تعزيزاً للقدرات البحرية لقوات السلطان المسلحة. النقيب سعيد بن يحيى العامري، قاعدة سعيد بن سلطان البحرية. وصلت السفينة شباب عمان الثانية إلى ميناء الزايد بدولة الإمارات العربية المتحدة في آخر محطاتها ضمن رحلتها الأولى إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مواصلة لمشوارها في بث روح الصداقة والسلام من خلال رحلاتها لموانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شراء التعاون 2015. ها هي سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية ترسو في ميناء زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الزيارة ما هي إلا تعبير عن عمق العلاقات الأخوية وعن الترابط بين الدول مجلس التعاون، وهذا المجلس الذي نشأ على أسس ثابتة وقوية. وإن دل هذا التواصل وهذا التنسيق على شيء فإنما يدل على مدى العلاقات الوطيدة التي تجمع ما بين
دول المجلس فيما بينها وعلى كافة المستويات. كان لدى وصول السفينة لميناء زايد حفل استقبال رسمي من خلال عزف مجموعة من الفقرات الموسيقية العسكرية، إضافة لمشاركة الفرقة الشعبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى زيارة أروقة السفينة، وذلك للتعرف عليها عن قرب. لقد أصبح شراع التعاون 2015 عنوانا للمحبة والسلام، رسمته سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية من خلال رحلاتها إلى موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الضابط مدني محمد بن سعيد الحوسني من ميناء زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة. ضمن التوسع في حجم أسطول الطيران العماني وتزايد عدد وجهاته في العالم، افتتح الطيران العماني خطا جديدا للعاصمة البنغلاديشية دكا. الخط الجديد الذي يشكل الوجهة الثانية في الجمهورية البنغلاديشية والخمسين عالميا رعى حفل تدشينه سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة. مسقط دكا، الخط الجديد بين مدينتي مسقط والعاصمة البنغلاديشية دكا الذي يشكل الخط الثاني للجمهورية البنغلاديشية بعد محطة شيتابونغ والوجهة الخمسين عالميا. تعتبر محطة دكا هي المحطة رقم 50 للطيران العماني، وتعتبر المحطة الثانية في جمهورية بنغلاديش بالإضافة إلى محطة شيتابونغ. والإقبال على الرحلات ما شاء الله يعني جيد جدا. الناقل الوطني سيعمل على تسيير 4 رحلات أسبوعيا، موفرة بذلك رحلات ربط إلى الشرق الأوسط وأوروبا باستخدام طائرة حديثة من طراز أيرباص A330 تم تزويدها بعدد 204 مقاعد سياحية و26 مقعدا من الدرجة رجال الأعمال. بدأنا طبعا بتسيير 4 رحلات في الأسبوع، ومن ثم إن شاء الله بالشهر القادم سوف نضيف عدد الرحلات إلى 6، وبداية من العام القادم ستكون رحلات يومية إلى دكة. وفي العام القادم إن شاء الله سوف يتم دراسة الوضع على أساس زيادة عدد الرحلات لتكون بواقع رحلتين في اليوم إن شاء الله. الوجهة الجديدة بين العاصمتين مسقط ودكة سيسهم في تعزيز وتنمية الحركة الاقتصادية والسياحية والثقافية، بالإضافة إلى توفير سبل راحة التنقل للجالية البنغلاديشية التي تشكل النسبة الأكبر بعد الجالية الهندية في السلطنة. نسبة التشغيل طبعا على هذا الخط منذ البداية في التسعينات، وهذا بوادر طيبة في افتتاح هذا الخط، ومتأملين إن شاء الله المزيد والخير. تدشين خط دكة يأتي كخطوة مهمة أخرى في برنامج الشركة للتوسع في المنطقة، والذي سوف يصبح أسطوله 57 طائرة في حلول عام 2018. وبهذا التزايد في حجم أسطول الطيران العماني، فإن هنالك وجهات جديدة سوف يعلن عنها الطيران في السنة القادمة. يوسف بن سعيد الرواحي، موفي التلفزيون سلطنة عمان في العاصمة البنغلاديشية دكة. تتواصل فعاليات معرض إبداعات عمانية الثالث مع إقبال كبير من الزوار وطلبة وطالبات المدارس. المعرض يمثل فرصة كبيرة لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. معرض إبداعات عمانية الثالث يواصل فعالياته في مركز عمان الدولي للمعارض. المعرض شهد إقبالا كبيرا من الزوار والمهتمين وطلبة وطالبات المدارس والكليات الذين تعرفوا على المنتجات والخدمات التي يعرضها 140 رائد عمل. تكنولوجيا الهيدروكربون العالي الأداء هي بديلة لجميع أنواع الغاز الكلوروفلوروكربون اللي هي CFC، يعني تكنولوجيا صديقة للبيئة، نظيفة، تعطي أداء أفضل وتأخذ منها طاقة أقل. إقبال جدا جدا طيب، وما شاء الله يدل على وعي الزوار والمشاركين نفس الوقت. معرض جميل ورائع، وأنا كوني طالبة خريجة من
برنامج غايته لريادة الأعمال. أحب ريادة الأعمال وصراحة شدني المعرض لأنه هي أسر منتجة وشفت فيها أشياء كثيرة ومنتجات متنوعة. وتحدث رواد الأعمال عن استفادتهم الكبيرة من المشاركة في هذا المعرض من حيث تسويق منتجاتهم وإبرام عقود عمل وتبادل الخبرات والتعرف على التسهيلات التي تقدمها مختلف الجهات الداعمة. بالنسبة للمعارض الإبداعات العمانية، الحمد لله حسيت أنها مهمة جدا لرواد الأعمال. أول شيء كترويج للبضاعة، الزوار تشوف شغلك أكثر من عن قرب يعني. الإقبال كان جيد الحمد لله. هذا النموذج يقول أنه لازم يحتوي على الأعمدة، بس إحنا وضحنا لهم أن هذا النموذج الأول يستهدف الإصابات البسيطة، مثلا رحلات الجبال، مثلا حالات الإغماء أو حالات الإغماء في المدرسة في طابور المدرسة. هذا راح يخفف العبء على المعلمين. المعرض يشكل دعم كبير لرواد الأعمال اللي هم المبتدئين واللي هم صار لهم مدى بعيد في ممارسة النشاط التجاري بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة. وأدى الدعم المقدم إلى قطاع ريادة الأعمال في السلطنة إلى ارتفاع أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 17 ألف مؤسسة في مختلف القطاعات الاقتصادية، في خطوة مهمة نحو تعزيز دور قطاع ريادة الأعمال في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب العماني. تحتل الهجنة العمانية مكانة مرموقة في منطقة الخليج، وقد ذاع صيتها في العديد من المناطق بفضل أدائها في السباقات المحلية والدولية. فقد شاركت الهجانة السلطانية في مهرجان سباقات الهجن بمدينة العيون في المملكة المغربية. نعم، هذا المهرجان افتتح برعاية الشرق الضريس الوزير المنتدب بالمملكة المغربية لدى وزير الداخلية وبحضور حميد بن علي الزرعي نائب مدير عام الهجانة السلطانية رئيس الوفد المشارك. مشاركة جديدة خارجية للهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني جاءت بعد استضافتها كضيف شرف في مهرجان سباقات الهجن بمدينة العيون في المملكة المغربية. المشاركة العمانية تضمنت إقامة شوط لسباق الهجن حمل اسم سلطنة عمان، بالإضافة إلى إقامة مسابقة للمحالبة، فيما جاءت المشاركة بهدف نقل التجربة العمانية في مجال رياضة سباقات الهجن إلى الدول العربية. توجد هناك لجان منظمة متخصصة ولكل يعني منطقة خصوصية، وبطبيعة الحال سباقات الهجن في المغرب العربي الشقيق يعني لها مجال كبير للتطوير وللتحسين إن شاء الله تعالى. أشواط السباق تميزت بحماس المشاركة والمنافسة بين المتسابقين، حيث شارك في الشوط العماني 35 متسابقا. تفاعلت الجماهير حوله رافعين الأعلام العمانية كونه يحمل ميزة خاصة في نفوسهم. وفي اليوم الختامي للسباق أقيمت احتفالية لتوزيع جوائز الشوط العمانية على الفائزين، فيما ثمن المسؤولون بالمملكة المغربية الشقيقة مشاركة الهجانة السلطانية في هذا المهرجان. توضح آخر خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية إلى تشكل منخفض مداري وسط بحر العرب اليوم، وتتراوح سرعة الرياح السطحية حول المركز من 28 إلى 47 كيلومترا في الساعة. وذكرت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن التحاليل الأولية للمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى احتمال تحرك المنخفض المداري باتجاه الغرب، مع وجود مؤشرات أولية بابتعاد مساره عن سواحل السلطنة واحتمال تعمقه إلى منخفض مداري عميق خلال 24 ساعة القادمة دون وجود تأثيرات على سواحل السلطنة خلال الأيام الثلاثة المقبلة. فترتنا الإخبارية مستمرة، وننتقل بحضراتكم الآن إلى جولة مع أخبار المحافظات. We'll be right back.
استغلالا لطاقات الشباب ومواهبهم ودعما للمبدعين، احتفلت هيئة تقنية المعلومات بختام فعاليات برنامج صيف عمان، بل صيف عمان للبرمجة. وقد نال عدد من الشباب جوائز متقدمة بعدما قدموه من خلال مشاركاتهم الإبداعية واختراعاتهم الجديدة. مجموعة من المشاريع والأفكار مقدمة من مؤسسات حكومية وخاصة، احتضنها برنامج صيف عمان للبرمجة الذي احتفى بتكريم 5 مشاريع واعدة في قطاع تقنية المعلومات. جاءت فكرة مشروع صيف عمان للبرمجة من مشروع صيف جوجل للبرمجة العالمي، ونهدف احنا في خلال هذا المشروع إلى تطوير مهارات الشباب العماني في البرمجة، وكذلك إعطاهم الفرصة لتمكينهم وكذلك تطوير مهاراتهم مع ربطهم بمشاريع حقيقية وواقعة من مؤسسات. البرنامج الذي أطلقته هيئة تقنية المعلومات هو برنامج موجه للعمانيين من موظفين وطلاب وباحثين عن عمل، يسعى إلى إيجاد فرص عمل للشباب من خلال تشجيعهم على ريادة الأعمال وإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة ذات منتج وطني. نظام المكتبة الإلكترونية التابع للهيئة العامة للطيران المدني هو نظام يخدم الهيئة العامة للطيران المدني كهيئة ومؤسسة حكومية في بادئ الأمر، ثم يخدم المجتمع من حيث أن المكتبة الإلكترونية هي شيء مهم وضروري في جميع المجالات وجميع المؤسسات الحكومية في هذا الوقت. تطبيق مشاريع بلدية صفار باستخدام الهواتف الذكية هو أحد المشاريع التي المشاركة في صيف عمان للبرمجة في عام 2015. يهدف هذا المشروع إلى توفير السهولة والمرونة في متابعة المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل البلدية. 50 مشاركاً عملوا على 19 مشروعاً من 16 جهة مستفيدة. تمكن 5 مشاريع من مجال البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر من اجتياز التقييم النهائي للبرنامج في نسخته الثالثة. بيئات عمل مختلفة عملت على إثراء السوق العماني بمنتجات وخدمات في مجال تقنية المعلومات مصممة بأيدي كفاءات عمانية. لميس بنت عبد الله الربخية، جراند مول، مسقط. بعد أن شهد مشاركة واسعة من المشاركين والمشاركات من أبناء ولاية السيب، اختتمت مدرسة السلطان بالحيل الجنوبية بولاية السيب فعاليات مراكز القرآن الكريم بالولاية. الاحتفال الذي نظمته وزارة الأوقاف ويبث وبيت المال والزكاة وفريق القرآن الكريم بولاية السيب رعاه معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، واشتمل على مجموعة من الفقرات والعروض الطلابية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. إنهم فتية آمنوا بأهمية استثمار أوقات الفراغ للاستفادة من مراكز القرآن الكريم بولاية السيب بمحافظة مسقط لتعلم وتدارس كتاب الله عز وجل والتفقه والاستفادة من تلك المراكز الصيفية. فريق مراكز القرآن الكريم بولاية السيب فريق تم تأسيسه من أكثر من 10 أعوام، والحمد لله رب العالمين كل عام بعد عام طبعا تزيد فعاليات وأنشطة الفريق. طبعا في هذا العام كان متميز لأنه هناك طبعا كان عندنا خطة عمل واضحة وأهداف كذلك وضعت لهذا الفريق، والحمد لله تم إنجاز معظم هذه الأهداف وتم تنفيذ كل هذه الأنشطة اللي تم اقتراحها. زادت همتي في حفظ كتاب الله وتنافس في التنافس بين المتسابقين، شجعنا الاهتمام أكثر بالقرآن. من دواعي السرور أنه يكرم الولد في حفظ القرآن الكريم، الحمد لله، وبشرت بهذه النتيجة وحفظ 4 أجزاء إتقانا وتلاوة. 60 مركزا للقرآن الكريم بولاية السيب موزعة على أحياء ومناطق الولاية ضمت بين جنباتها أكثر من 3500 مشارك ومشاركة في الصيف الماضي، نهلوا من معين الأنشطة والبرامج الثقافية والأدبية والزيارات والرحلات الترفيهية والعلمية
التي وضعت بعناية مدروسة. بقول أشكر من علمني القرآن الكريم وحفظني إياه. أنا كنت أحفظ القرآن الكريم صفحة واحدة في اليوم، ويومي في هذا التكريم بزيد. كان كل يوم الأستاذ يعطينا مقطع صفحة صفحتين ونرجع البيت ونحفظها، واليوم الثاني نسمعها ويقدر لنا الامتياز اللي نحن حفظنا عليه. ثمان لوحات طلابية في الحفل الختامي تنوعت بين الفنون العمانية والتراثية وفن العازي والعروض الطلابية لطلاب المراكز الصيفية، التي كشفت عن دور المراكز الصيفية في صقل مهارات المشاركين في تلك البرامج والأنشطة الهادفة. مشاركة فاعلة في هذه المراكز الصيفية التي يسعى فريق مراكز السيب على تشجيع الناشئة للمشاركة في حفظ كتاب الله. محمد بن سعد العلوي من ولاية السيب محافظة مسقط. حلقات نقاشية وعروض مسرحية وأمسيات شعرية وغيرها من البرامج والفعاليات المتنوعة شهدها الأسبوع الإعلامي بكلية البريمي الجامعية. الأسبوع الإعلامي شهد كذلك مشاركة مجموعة من الإعلاميين العمانيين لنقل تجاربهم في مجالاتهم المختلفة للطلبة. في ظل ما يشهده العالم من انتشار واسع في وسائل التواصل الحديثة والتي أصبحت وسيلة إعلامية مؤثرة، أصبح من الواجب علينا التعرف أكثر على ماهيتها وكيفية التعامل معها بطريقة إيجابية. كلية البريم الجامعية وضعت ذلك في مقدمة أهداف الأسبوع الإعلامي الذي انطلق بحزمة من البرامج الهادفة. الأسبوع الإعلامي الأول في الكلية راح يعني يركز على أهمية الإعلام، موجهنا طبعا توجيه مباشر للطلبة وطالبات الكلية وكل منتسبي الكلية والمجتمع بشكل عام لأهمية الإعلام على الشخص بشكل عام، وبالتالي أعتقد أن الأسبوع الإعلامي الأول راح يركز على ثقافة المجتمع من الناحية الإعلامية، سواء طلاب سواء مجتمع بشكل عام، وإحنا كأشخاص مهم أن نعلم ماذا نقول. اليوم سعيدين جدا بأن يكون عندنا الأسبوع الإعلامي في كلية البريم الجامعية تحت شعار إعلامنا صوتنا، وحرصنا جدا بأن نستقطب عدد كبير من الإعلاميين في مختلف مجالات الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزيون ككل. استقطاب عدد من الإعلاميين العمانيين لنقل تجاربهم على أرض الواقع كان فرصة مميزة لطالبة الكلية للاستفادة منهم على اختلاف مجالاتهم في هذا العالم الواسع. طبعا هدف الأسبوع الإعلامي هو إثراء الحس الإعلامي في المجتمع، ولكي يعلم المجتمع وجميع من يحضر هذا الأسبوع بأن الإعلام لا يقتصر فقط على الإعلام التقليدي الإذاعة والتلفزيون، هناك جوانب كثيرة موجودة في الإعلام وحق علينا أن نعرضها. خصص لنا في اليوم الأخير جلسة بعنوان نقطة تواصل، هي نجمع المجلس الاستشاري الطلابي مع الطلبة، نفهم همومهم مشاكلهم مقترحاتهم ونحلها. وفي رزنامة هذا الأسبوع حضر الفن السابع بعدد من العروضات التي كانت بمثابة الفسحة للطلبة بعيدا عن أجواء الدراسة. ولعشاق القراءة تنوعت العناوين ونضلت الكتب في انتظار الزائرين. ورش تدريبية وأفلام سينمائية ولقاءات مباشرة مع عدد من الإعلاميين العمانيين لنقل تجاربهم على أرض الواقع، كل ذلك وأكثر سيكون هنا ضمن الأسبوع الإعلامي لكلية البريم الجامعية. أنور بالزاهر الغريبي من ولاية البريمي. لليوم الثالث على التوالي يتواصل في ولاية نزوة برنامج الملتقى التراثي الذي يحمل عنوان ملامح من الحياة النزوية. الملتقى الذي تنظمه اللجنة الثقافية لفعاليات نزوة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2015 عكس جانبا من تفاصيل الحياة في الولاية.
بعد حوالي 8 شهور من التدريب على الأسس العلمية الصحيحة لإقامة عمل تجاري أو تطوير عمل قائم من مؤسسات صغيرة ومتوسطة أو عمل تجاري فردي، احتفل باختتام برنامج كفاءات نسائية، وذلك تحت رعاية صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد. شفت معرضهم وشفت الخبرات واللي استفادوها من هاي الورشات اللي قدموها لجنة صاحبات الأعمال، وصراحة الله يوفقهم إن شاء الله. الهدف الأساسي والرؤية الأساسية للجنة هو تطوير صاحبات الأعمال والأخذ بيدهم لتخطي المعوقات والمحاولة لقرص الثقة عندهم للدخول في سوق العمل التجاري. اشتمل البرنامج الذي أقامته لجنة صاحبات الأعمال بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بصحار على حزمة من الدورات التدريبية المتنوعة والتي تشتمل على كافة الجوانب المؤهلة للقيادات النسائية والإدارة المالية والتسويق وخدمة العملاء، بالإضافة إلى التعرف على التسهيلات التي تقدمها الجهات المختصة لصاحبات الأعمال. استفدت وايد كبيرة بهاي البرنامج اللي هو كفاءة نسائية، عرفت كيف أكسب الزبون والحمد لله كسب الزباين ثاني يعني كثير عن طريق التواصل الاجتماعي وعن طريق يعني الشخصي، علموني كيف اتعامل معه وكيف يعني حببه بالمنتج اللي انا يعني عارضته. نطور من المنتج العماني على اساس ان الناس ترغب بزياده، وفي نفس الوقت عندنا ثقه مع التعامل مع الكاستمر، تكون يعني الاخذ والعطاء معاهم يكون دقيق وشويه ملمين بشغلنا باكثر يعني باكثر بجديه. هدف البرنامج الى دعم وتشجيع صاحبات الاعمال بمحافظه شمال الباطنه على التعاون والاعمال الجماعيه والاستفاده من وسائل التقنيه الحديثه في الاعمال التجاريه وتذليل الصعوبات للارتقاء بهذه الاعمال، كما اقيم على هامش الحفل معرض لعدد من المشاريع الناجحه. الاحتفال باختتام برنامج قيادات. إذن كان هذا تقرير من محافظة شمال الباطنة حول صاحبات الأعمال الذي جاء تشجيعا لهن على مبادراتهن في مجال الأعمال. إذن في نهاية هذه النشرة لم يبقى فيها إلا التذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. بتكليف سام، معالي وزير السياحة يشارك في مراسم تنصيب فخامة رئيس جمهورية تنزانيا. الاحتفال في المجر بتسليم جائزة اليونسكو السلطان قابوس لحماية البيئة للعام 2015. مجلس الشورى يستعد لبدء فترته الثامنة للمساهمة في العمل التشريعي والتنفيذي بعد انتخاب رئيسه ونائبيه. وتابعنا في أخبار المحافظات حلقات نقاشية وعروض مسرحية وأمسيات شعرية شهدها الأسبوع الإعلامي بمحافظة البريم. شكرا لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مشاهدينا الكرام. مباشرة لآخر الصور الجوية وإلى جنوب شرق بحر العرب حيث يتمركز المنخفض المداري هناك والذي يتحرك حاليا باتجاه الغرب مع أيضا سرعة الرياح تقدر حول مركزه بين 15 إلى 25 عقدة. التوقعات تشير إلى استمرار تحركه باتجاه الغرب مع فرص لتعمقه خلال قادم الساعات أو خلال 24 ساعة القادمة، ويبقى ضمن المتابعة المستمرة. لا تأثير مباشر من هذه الحالة المدارية على أجواء السلطنة خلال الأيام الثلاثة القادمة بحول الله تعالى. ومباشرة إلى أجواء شمال شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام مثلما نشاهد هنا أيضا تتأثر باضطراب طبقات الجو العليا، وبالتالي تنتشر السحب إثر امتداد أيضا خدود لمنخفض جوي
وبالتالي تنتشر بعض السحب الممطرة هناك وفي باقي أرجاء شبه الجزيرة العربية، وأجواء السلطنة تبقى مستقرة بوجه عام مع بعض السحب المتفرقة. إلى تفاصيل الأجواء في محافظات السلطنة لهذه الليلة. مسقط أجواءها خالية من سحب، درجات الحرارة حول منتصف العشرينات عند مطلع العشرينات الصغرى الليلة في جنوب الباطنة ضمن أجواء مستقرة، وكذلك والحال بالنسبة لأجواء شمال الباطنة وبين مطلع ومنتصف العشرينات درجات الحرارة الصغرى في سندم هذه الليلة والأجواء مستقرة. تخلو أجواء محافظة بريمي من السحب ودرجة الحرارة الصغرى 20 درجة، بين 18 و 20 درجة درجات الحرارة الصغرى الليلة في محافظة الظاهرة ضمن أجواء مستقرة، 10 درجات في قمم الجبال في محافظة الداخلية و 20 درجة في باقي أرجاء المحافظة، 19 درجة مئوية صغرى الليلة في أرجاء محافظة شمال الشرقية ضمن أجواء مستقرة، وتنتشر بعض السحب على سواحل جنوب الشرقية المطلة على بحر العرب، ودرجات الحرارة هناك عند مطلع العشرينات وعند منتصفها في باقي أرجاء المحافظة بما في ذلك سواحل بحر عمان، 21 درجة صغرى الليلة على سواحل محافظة الوسطى مع بعض السحب ودون ذلك في باقي أرجاء المحافظة. تنتشر السحب في أرجاء محافظة ظفار بشكل متفرق ودرجة الحرارة الصغرى عند 20 درجة مئوية. بحر هادئ الموج خلال ساعات هذه الليلة على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاعا له 1.25 متر مع رياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تصل سرعتها إلى 10 عقد. وبحر هادئ الموج كذلك على سواحل محافظة مسندم، يصل أقصى ارتفاعا للموج 1.25 متر والرياح جنوبية شرقية معتدلة، وهادئ الموج هو البحر الليلة على سواحل بحر عمان مع أيضا ارتفاع يصل إلى 1.25 متر للموج، والرياح متغيرة الاتجاه معتدلة السرعة تصل سرعتها إلى 10 عقد. أجواء طيبة نتمناها لكم دائما، نلتقيكم في 10 مساء. شكرا لكم وإلى اللقاء.